ليلة القدر. يا فضل بارينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من أكثر من 83 سنة. استعد لها وتحرها وقمها وأمرها بذكر الله، فإنها ليلة عظيمة ومنحة إلهية كريمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. قيامك ليالي العشر الأواخر من رمضان يضمن لك تحري ليلة القدر وقيامها والفوز بأجرها العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان سنة، ويعين على تحري ليلة القدر وقيامها واستغلالها في ذكر الله وطاعته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر والفوز فيها بالأجر.